أما فقرتنا هلأ رشا هي فقرة طبية جمالية بتهم كتير من السيدات والرجال بنفس الوقت، لأنه اليوم الناحية الجمالية رشا ما بقى خاصة فينا نحنا، صار في مضاربة خلينا نقول عم يضاربوا علينا. خلينا نحكي اليوم عن الأسنان يلي هي مثل ما بنقول الدرجة الأولى بجمال الوجه. الفينير يلي صار منتشر بشكل كتير كبير بين الناحية العلاجية الطبية وبين الناحية الجمالية، شو هي الأخطاء يلي ممكن نوقع فيها أثناء لجوءنا للفينير؟ كل هاي الأسئلة رح تجاوبنا عليها الدكتورة هزار نشاوي. سعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور يا هلا. عم نحكي اليوم عن موضوع هلا الكل عم يسمح يكون عنده ابتسامه حلوه، اسنان لونه بيضة. حلو بيضة، بس احيانا بتكون يعني الالوان كثير مزعجه، يعني بتحسي لون مو لابق اصلا لبشره الوجه او حتى تقاسيم الوجه. خلينا اليوم اي حدا اليوم حابب يعمل فينير، اللي اليوم لازم نتفق بجوز على نقطه، انت كطبيا صارت قصه جماليه اكثر من موضوع انه انا عندي اليوم حاله مرضيه ومضطره اليوم انا اشتغل على موضوع الفينير. اليوم اي حدا حابب يعمل هذا الفينير في شروط وفي معايير خاصه لنجاحه، خلينا نحكي عليها. طبعا مثل ما شفنا بالوقت الحالي صار عندنا كثير خيارات عديده لتجميل الاسنان، مواد عديده، اجهزه كثيره، خلت المرضى يتجهوا نحو تجميل الاسنان بشكل كثير كبير. لكن هل كل مريض حابب يعمل او كل مراجع فينا نقول حابب يعمل تجميل لاسنانه وممكن نحن نعمل له تجميل بالمعنى العريض بانه مثلا نحن نعمل له ابتسامه هوليوود او نركب له فينيرز؟ مثل ما حضرتك حكيتي في شروط كثيرة. بالدرجة الأولى لازم نحن نختار الحالة بدقة، يعني مثلا مو كل الأسنان اللي بتكون استفافة، مثلا عندنا بروزات بالأسنان شديد أو تراجع، نحن فينا نطبق للمريض فينير لأنه هي الحالة ممكن ما تنجح. فنحن الأسنان اللي بتكون مثلا استفافة منتظم، في عندنا بروز شوي بالأسنان أو تراجع متلونة مثلا نتيجة بعض الأدوية أو في اصفرار بالأسنان أو ممكن يكون في عنا حشوات على الأسنان الأمامية، هي الأسنان فقط اللي ممكن نحن نعمل لها فينير وبتكون يعني الابتسامة صحية وفي نجاح بالحالة بعدين. أما الحالات اللي مثلا بيكون فيها ازدحام شديد بالأسنان أو الأسنان متآكلة بشدة، بهي الدرجة نحن ما بنعمل بالبداية تجميل أسنان، بنعالج، بنساوي معالجات بالبداية بعدين بنتجه نحو التجميل. عم نشوف كمان بعض الحالات بيلجأ الطبيب لبرد كبير بالاسنان، البعض صحيح. الاخر بيقول ان احنا ما بننصح بهذا البرد، العالم شوي ضاعت بين الصح وبين الاصح، فخلينا نعرف شوي عن تفاصيل. هلا المفهوم الصحيح بالفينير او بالقشور الخزافيه بانه نحن نقيم فقط من طبقه المينا 7/10 ميلي فقط، ما بنقيم، ما بنتجاوز اكثر من هيك، لانه نحن اذا بردنا اكثر من الاسنان ووصلنا لطبقه العاج هذا الشيء ممكن يساوي لنا حساسيه بالاسنان، حساسية بتتطور للمعة على البرودة أو على السخونة، وبتتطور بالوقت اللي بعده بأنه نحن بنضطر نسحب أعصاب الأسنان إذا كان التحضير جائر، يعني نحن حضرنا كتير من الأسنان وصغرناهم. لذلك نحن كقشور خزفية أو العدسات الفينيرز بنضل دائما بنبرد بشكل كتير بسيط، يعني ما بنتعدى 7/10 ميلي من طبقة المينا. نعم. طيب هذا ما بيعطي سماكة وقت تركيب الفينير؟ بتحسي أنه احيانا بيقول لك ما نبارد لك كثير، فلهيك انت عندك هاي المشكله. دكتور ثاني بيقول لك لا ما بصير انت تبردي كثير كرمال الشيء اللي حكيتي عليه. او حتى كمان رشا من ضمن الاخطاء يمكن اللي بنشوفها بنشوف بروز او تقدم بالاسنان صحيح. عند اغلب الحالات صحيح. هلا هي موضه صارت انه هي انه ارنب قال انه هدول السنين يطولوا الاسنان المتوسطه، هي الرابت سمايل اسمها ابتسامه الارنب، بتلبق للكل، فاشن اجت فتره بسيطه وبتتغير بعدين. هلا نحن بالتجميل الاسنان الشيء اللي عم نتجه له للشكل الطبيعي اكثر، للون الطبيعي طبيعي، هذا الشيء اللي هلا اغلب المرضى عم يغيروا رايهم، يعني ما عاد مثلا الابتسامه الثلجيه هي صارت المطلوبه. يعني نسبه 70% من المرضى بيقول لك لا انا بدي ساوي ابتسامه ما كثير بين اني انا عامله اسناني، ما كثير انه انا عامل شيء اوفر. هلا اللون الابيض اللي كثير الابتسامه كثير عم تعطي انه تكون الابتسامه مصطنعه، يعني ما انا صحيحه، ما انا كثير جماليه مبينه، يعني شيء غريب عن الوجه. الوش احيانا ما بيتقبل هي الابتسامه، بتحسي في شيء غريب، اختلاف بين لون البشره ولون الاسنان، فكثير عم بتاثر على الجماليه. اما مشكله البروز اذا بدنا نحكي مو شكل او طول الاسنان، البروز اللي بنشوفه عند اغلب الناس او نسبه كبيره خلينا نقول من الاشخاص اللي لجؤوا للفينير اليوم
شو سبب هذا البروز؟ ليش من دائما الناس بترجع لدكتور شاطر ودكتور مو شاطر؟ هذا الشيء صح او لا؟ طبعا نحن بهي النقطه بننوه انه لازم نحن لما نعمل تجميل نختار طبيب اختصاصي بتجميل الابتسامه. يعني مثلا انا اذا المريض عنده مثل ما حضرتك حكيتي بروز بالاسنان، انا ما فورا بروح ببرد اسنانه وبركب له، صار في عنا علاجات تقويميه بالبدايه قبل التجميل. يعني ممكن انا ارصف له اسنانه، احط له تقويم، خفف هذا البروز، وبمرحله ثانيه مثلا بعد 6 اشهر نبرد الاسنان ونعمل فينير. فنحن بالبدايه التشخيص الصحيح للحاله واختيار الحاله بشكل دقيق وخطه المعالجه، يعني انا ما فورا بروح على التجميل، انا بعالج له وضع الفك والاسنان بعدين بتجه لاني ركب القشور الخدفيه. ست شهور هي كفيله انها تعمل تقويم الاسنان بشكل صح؟ او اليوم الطفل بيفرق انه بياخذ فورا اللسي عنده يعني بتجاوب مع التقويم اكثر من الاشخاص بعمر كبير، وفي كمان مرضى بيقول لك انا ما بدي فورا اشتغل لي. يعني طبعا حسب درجة تقبل المريض للعلاج، في مرضى ما بيفضلوا يركبوا تقويم، هو يعني مؤلم كمان التقويم. تمام، بس نحن بنفضل انه لا يكون نحن بشكل صحيح وشكل طبي، يعني الخطة العلاج الطبية قبل التجميل هي بتفرض نفسها، فإذا أنا عندي بروز لازم الطبيب بيرفض انه يساوي فينير لأنه هي الحالة فاشلة، لا لازم نتجه نحو التقويم اللي ممكن يكون 6-8 أشهر بعدين نتجه للتجميل. سؤال دكتورة اللي كتير بنسمعه، قد ايه عمر الفينير ممكن يكون؟ شو هي المشاكل يلي ممكن واجهها في حال لجأت للفينير؟ هل ممكن احس بلمعة الاسنان؟ هل ممكن بنشوف كتير انه بنسمع انه رايح انا زبط الفينير لانه يمكن القشور انتزعت او راحت من محلها؟ بنشوف هذا الكلام كتير. كيف آلية المحافظة على الاسنان بعد الفينير؟ تمام، هلا نحن الاسنان الفينير مثل الاسنان الطبيعيه، يعني مثلا نحن الاسنان الطبيعيه لازم نهتم بالتفريش ونظافه اللثه وازاله النخور، ونفس الشيء الفينير لازم يكون متقبل من قبل الفم. يعني المريض مو انه اذا ركب فينير، في كثير مفهوم شائع انه ما بيقلل تفريش خلاص هي الوجوه بيضة، لا لا تماما بالعكس، لازم نهتم بصحه الفينير مع اللثه بانه نفرش الاسنان. له عمر معين الفينير؟ هلا اذا كان مصنوع بشكل جيد من قبل المخبر والطبيب يعني ممكن يمتد مثلا ل 8 سنين، بعدها ممكن يتعرض مثلا للتاكل مريض بوقتها انه بيكون بيستبدل هي القشور الخزفيه. هي مشكلتها انه بتروح فورا على الكسر، يعني معظم الحالات وقت الطبيب اليوم بده يشيل التلبيسه او الفينير الى اخره، فاحيانا هاي الطرقه بتوقع بتكسره يعني، فتكلفه ماديه كثير كمان على المريض. خلينا نحكي اليوم فشل اي فينير، اي حدا رايح يساوي وفشل اكيد في اسباب، نحكي بالاسباب ونحكي اليوم المريض قد ايه لازم يكون يعني في نقاط بيقول الطبيب مفروض يعني بيقولها للمريض، بيقول له انا مثلا اليوم ما بدي ضل 6 شهور تقويم وارجع بعدين، خلينا نقطع هاي المرحلة، اليوم الحق هون على المريض. شو أهم النصائح المفروض اليوم يقدمها الطبيب لمريضه؟ طبعا هلا اهم النصائح بانه مثل ما حكينا العنايه بالصحه الفمويه، التفريش اكثر من مره، الاهتمام بالخيوط بين السنيه، المضامد الفمويه باستمرار لحتى نحافظ على صحه اللثه، لانه مثل ما شفنا الفينير هو جسم غريب عن الاسنان وعن اللثه، فلازم نحن نهتم باللثه دائما، يعني نكثف من اجراءات الصحه الفمويه على العكس من مفهوم الشائع انه نحن ما نفرشي. إذا اتبع التعليمات الصحية الفموية وطبعا ما مثلا ما عض عليهم الأشياء القاسية أو استخدمهم، هن بيضلوا عنده وبيضل الابتسامة عنده صحية وجمالية، يعني ممكن تستمر بناء على المريض ومقدار اهتمامه بالصحة الفموية. نعم. للأسف دكتورة اليوم عم نشوف كثير من الأطباء ما بيراعوا حالة المريض، أي شخص بيحب يعمل فينير أوكي تفضل نعمل فينير، فهذا الشيء أكيد شيء مانو صح. خلينا نحكي شو هي أبرز الأخطاء الكبيرة واللي عم بتشوفيها بشكل كثير كبير بالنسبة للحالات الفردية للأشخاص لما بتشوف إنه فينير مانو ظابط، شو ممكن تكون المشكلة؟ طبعا اهم الاسباب انه ممكن برد جائر مثل ما حكينا للاسنان، يعني نحن بالاسنان نزلنا منها طبقه كثير كبيره، هذا الشيء بيسبب بالمستقبل حساسيه للاسنان ولمعان على البارد وعلى الساخن، نحن هون بنتجه بانه نسحب اعصاب الاسنان ونعيد المعالجات كلها حتى مع المعالجات التجميليه. ممكن يسبب الفينير كمان التهابات باللثه، يعني اذا كان مانو بالسماكه المطلوبه او كان سميك زياده التهاب باللثه ونزف لثوي حتى ضخامات لثوية. ممكن يسبب كمان إذا كان نحن ما نظفنا الفينير والمادة اللاصقة بين
بين الأسنان نسبب رائحة فم كريهة وتلون بين الأسنان إذا ظلت المادة اللاصقة موجودة بين الأسنان. فهي الأخطاء كلها ممكن تسبب لفشل الحالة بالمستقبل. هدول الأخطاء إذا جينا لبعد مرحلة الفينير، في مضاعفات أحياناً بتصيب الأشخاص. يمكن حكينا قبل مرة بذاكرة اللسان أنه اليوم حتى اللسان عنده ذاكرة بده وقت منيح لحتى يقدر يتعود على الجسم الغريب داخل الفم. في أحرف ممكن تضيع من الشخص وفي أشخاص لا فوراً بيتأقلموا مع القصة. تمام. بالنسبة للنطق هو ناحية كتير مهمة بأنه نحن نعيد النطق الصحيح بعد الفينير. مثلا بعد الأحرف عنا الام والاف والاس، هي كلها لازم تكون سليمة وصحيحة. يعني حتى موضع تموضع اللسان أثناء نطق الأحرف لازم يكون بالمكان الصحيح. لذلك نحن خلال إجراء الفينير نأخذ للمريض الإطباق الصحيح، يعني نطلب منه خلال الجلسات أنه يطبق بالمكان الصحيح، ونأخذه من خلال مادة مننقلها للمخبر لحتى ينقل نفس حالة الإطباق والنطق عند المريض لحتى يماثلها تماما. في أخطاء من المخبر أحيانا بتكون بموضوع بالموضوع نفسه، يعني تمام. هلا مخبر المشكله من المخبر. اكثر اخطاء الشائعه بالنسبه للنطق بانه ممكن نحن نطول الاسنان الاماميه وما يكون لها مكان. يعني نحن اذا طولناها جماليا ممكن كجماليه تكون حلوه بس تاثر على نطق المريض ولفظه، فهذا الشيء لازم نتفاداه بانه نحن قبل ما نلزق الفينير نطلب من المريض نعمل جلسه تيست تجربه، نطلب منه يلفظ كل الاحرف بالشكل الصحيح. اذا لقينا انه النطق عنده سليم تماما خلاص بنلصق له الحاله بشكل نهائي. اذا حسينا في بعض الاحرف عم تضيع من المريض او ينطق بشكل غير صحيح بنرجع الحاله للمخبر الفينيرات وبنعدل عليهم وبعدين يعني ما بنقول انه مع الزمن ممكن تنحل هي المشكله. طبعا لا، لانه احيانا طول زياده من الاسنان من الفينيرات 1 ملي يضيع حرف مثلا او يكون النطق مو صحيح. وفي اطباء بيقولوا لك بدك تدربي، عرفتي فراح انه بدك تدربي على هي الجمله كرمال يطلع الحرف صح، فما يعيد الفينير. لا، لازم يكون النطق قبل الفينير نفسه بعد الفينير. نعم. فاذا كانت القياسات صحيحه تماما وماخوذه بشكل دقيق تطلع النطق والاحرف بشكل دقيق. تمام. شكرا لك دكتوره على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها وموفقه يا رب. شكرا لحضورك ويسعد صباحك عن جديد. يسعد صباحكم.